أسد المشاهدين، حلقة جديدة من هنا ليبيا نبدأها بالموجز المحلي. أهلا بكم. أعلنت السلطات التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب رسميا تنفيذ قرار تشكيل مديرية أمن بنغازي الكبرى بعد دمج مديريات أمن بنغازي، توكرا، سلوك، جيمينس والأبيار في مديرية واحدة. جاء ذلك بعد قرار وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب دمج عدد مديريات الأمن التابعة للحكومة بهدف تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء الأمني في مختلف المجالات. ضبط أفراد التحريات بمركز شرطة زاوية الدهماني تشكيلا عصابيا أجنبيا يمتهن تهريب البشر. تعود بداية الواقعة إلى تقدم وافد يحمل إحدى الجنسيات الإفريقية ببلاغ في المركز بشأن خطف شقيقته من قبل مجموعة أفارقة يقيمون بالمنطقة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين. أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس قرب انتهاء أعمال إزالة البناء المخالف في بلدية حي الأندلس، وترتكز الأعمال في محلة الحي الإسلامي بالبلدية حيث جرى هدم البناء العشوائي هناك. وأشارت الشركة إلى أنه عقب الانتهاء من الأعمال سيجري تجديد البنية التحتية للمنطقة بالتعاون مع الحرس البلدي. انتشل فريق قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى مخلفات حرب قرب مسجد أبو روية في مدينة مصراتة، وعثر أفراد الفريق على قذائف مدفعية شديدة الانفجار عيار 90 ملم غير منفجرة بعد تلقي بلاغ بشأنها، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الأحد. أشرفت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان على إقامة ورشة العمل تحت عنوان تشريعات وسياسات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بدولة ليبيا تحت شعار التحول إلى الطاقات النظيفة. وتهدف الورشة إلى تحقيق مستقبل طاقة مستدام في ليبيا من خلال تعزيز التحول نحو الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. هذا وتوفر أيضا منصة لطرح التحديات والحلول المتعلقة بتشريعات وسياسات الطاقات المتجددة في ليبيا ودعم الجهود الوطنية لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لتحقيق تحول مستدام. أولا في البداية نشكركم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لنا. السيد مهدي زوي السكرتير الخاص للسيد معالي وزير الكهرباء وضابط كنترول التنظيمات بهذه ورشة العمل. طبعا تأتي هذه الورشة أو هذا المؤتمر في سن تشريعات وسياسات للطاقات المتجددة في ليبيا واستحداث البرامج وادخال هذه الطاقات المتجددة للوطن بما تحظى به ليبيا من نعم وهبها الله سبحانه وتعالى لها من طاقة شمسية عالية الجودة وأيضا قوة الرياح وأيضا كثير من الفرص معناها لاستخدام الهيدروجين الأخضر وكذا، يعني بصفة عامة هذا مصدر للطاقة غير متجدد بدأ العالم يتجه له في اتجاه كبير جدا نظرا لسهولة استخدامه والاعتماد عليه بشكل كلي. أتت هذه الورشة للتعريف بهذا النوع من الطاقات المتجددة، أيضا دور وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة دائما منذ تولي السيد معالي الوزير الدكتور عوض البدري لهذه الوزارة بدأ بالفور
نظرا لأهمية هذه الطاقات المتجددة، بدأ بالفور في إنشاء المكاتب الخاصة والإدارات بالتخطيط لكيفية استغلال هذا النوع من الطاقة المتجددة. إلى بنغازي، حيث نظم قسم خدمة المجتمع بكلية الطب بجامعة بنغازي الحفل الختامي لحملة الخطوة الوردية التي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. تأتي هذه الحملة ضمن جهود الكلية المستمرة لتطبيق أنشطة التوعية الصحية وبرامج التثقيف الصحي، وتندرج في إطار الاحتفال بالأحداث العالمية الصحية. استمرت حملة الخطوة الوردية لمدة شهر كامل، حيث عمل فريق الحملة على استهداف المدارس العامة والخاصة والمراكز الصحية والعامة منها والخاص، بالإضافة إلى التجمعات العائلية. وتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات لتوعية الجمهور بأهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي. السلام عليكم، اسمي عمر رملي، متطوع في مكتب خدمة المجتمع تنمية بيئة وكلية الطب جامعة بنغازي، وقائد حملة الخطوة الوردية 2. طبعا الحملة هذه هي النسخة الثانية من الحملة، كانت السنة اللي فاتت وكذلك عودناها السنة هذه. هدف الحملة نشر الوعي عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. طبعا سرطان الثدي طبعا يعتبر من أهم من أكثر أنواع الشائعة للسرطان بعد سرطان الرئة، فحابين احنا ننشر الوعي عن أهمية الكشف المبكر، لأنك أنت لما تكشف عن المرض هذا وتحدد المستوى متاعه في مرحلة مبكرة، فأنت تقدر تحد من الانتشار متاعه وتعالجه بأقل أضرار. طبعا اليوم هنا قاعدين في مدرج سناء في الكلية، اليوم هو اليوم الختامي للحملة بعد عدة زيارات ميدانية، منها كان مستشفى 1200 ومستشفى الأطفال، كذلك عيادة الصابر المجمعة، مشينا الأماكن عامة كيف ليبيا مول، منتجع فيوري، مشينا مدرسة نهر الأمل، وختاما كان آخر زيارة كانت في سنتر الكلية هنا، وهو اليوم الختام اليوم كان عبارة عن ندوة علمية وكذلك بحضور المنظمين والرعاة للحدث هذا بإذن الله. نذهب بكم إلى بلدية الجفرة وآخر الأخبار والمستجدات مع مراسلنا الزبير العربي. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، هذه هي حوصلة عن آخر الأخبار والمستجدات عن بلدية الجفرة. لنقف بداية على الشأن الخدمي داخل بلدية الجفرة. عقد خلال الأسبوع الماضي اجتماع ضم كل من السيد عضو مجلس النواب عن دائرة الجفرة الأستاذ معاذ رافع بعدد من الجهات الخدمية داخل بلدية الجفرة، إضافة إلى الجهات الرقابية كديوان المحاسبة فرع الجفرة والرقابة الإدارية والنيابة الابتدائية ببلدية الجفرة، إضافة إلى الأجهزة الضبطية، حيث نوقش من خلال هذا الاجتماع عدد من الأشياء المتعلقة بالشأن الذي يستهدف إعادة الإعمار داخل بلدية الجفرة وحصر الأضرار، إضافة إلى التعديات وغيرها لإحالتها إلى الجهات المختصة وفق القنوات التنفيذية عن بلدية الجفرة والمتمثلة في المجلس البلدي لبلدية الجفرة، إضافة إلى بعض المشاريع الأخرى التي باشر العمل فيها، وهو الذي تابعناه خلال المدة الماضية كطريق الرابط ما بين منطقة سوفنجلة الزراعية ومنطقة القصير الزراعية والمشاريع الزراعية التي أطلقتها شركة أرامكس المدة القريبة الماضية بتكليف من جهاز المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، حيث باشرت الشركة المنفذة في الأعمال النهائية لرصف الطريق والمتمثلة في تعبيد الطرق الزراعية. ننطلق إلى جانب آخر، تستعد بلدية الجفرة إلى استضافة محافل أهلية كمهرجان الخريف السياحي الدولي بمدينة هون، حيث تسير التجهيزات على قدم وساق لانطلاق الدورة خلال اليوم الخميس القادم بعون الله، والذي يصادف 24 أكتوبر، حيث يتضمن أكثر من 20 فعالية بجهود تطوعية من أهالي المنطقة الذي لم يصل إلى هذه اللحظة دعم مادي إلى إدارة المهرجان. ومن ثم أيضا تستعد مدينة ودان لإطلاق الدورة العاشرة لرالي تيتي الصحراوي، والذي سيجمع هواة السيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية والميكانيكية.
حيث سيكون بعون الله في 7 نوفمبر من الشهر المقبل. ننطلق إلى الجوانب الاقتصادية داخل بلدية الجفرة. الآن تصل المصارف العاملة إلى بلدية الجفرة إلى أكثر من 1 و4 أشهر بالتحديد، لم تصل السيولة النقدية إلى هذه اللحظة، وتكاد المصارف خاوية من السيولة النقدية كما ذكرنا منذ فترة طويلة من الزمن، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية واللحوم وغيرها، رغم رصد العديد من الجهات إلى انخفاض في سعر الدولار، ولكن لم ينعكس إلى هذه اللحظة الأثر الإيجابي على هذا الانخفاض. حملات واسعة يطلقها جهاز الحرس البلدي، وهنا نتطرق إلى الملف الأمني بالتحديد، حملات تطلقها جهاز الشرطة الزراعية إضافة إلى الحرس البلدي وضبط العديد من المخالفات امتثالا لأوامر النيابة العامة. كما أيضا سيكون خلال الفترة القريبة القادمة توأمة تجمع ما بين جامعة الجفرة بالتحديد والأجهزة القضائية لتجهيز مركز الخبرة القضائية والبحوث والطب الشرعي، استكمالا لأعمال التجهيز والدعم لكلية الطب البشري بجامعة الجفرة، إضافة إلى أن جامعة الجفرة استلمت العديد من المعامل الحديثة المقدمة من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية. هذا باختصار آخر الأخبار والمستجدات في بلدية الجفرة. كنت معكم الزبير العربي، بلدية الجفرة. فاصل مشاهدينا، ومن ثم نعود لمتابعة هنا ليبيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وصلت اللجنة الأهلية المنظمة لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون في دورته 28 إلى التجهيزات النهائية، حيث صرحت اللجنة الإعلامية وبعض من رؤساء اللجان بأن هذه الدورة ستضم قرابة 20 فعالية من معارض وعروض مسرحية وحفلات غنائية وأنشطة ثقافية وأدبية. التفاصيل مع مراسلنا من هناك. السلام عليكم، أصيل ميلاد مدير اللجنة الإعلامية لمهرجان الخريف السياحي في دورته 28. الحمد لله جميع الفعاليات حاليا قيد التجهيز على قدم وساق، وحاليا في وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال ضيوفنا يوم 24/10. فعاليات حتكون إن شاء الله كبيرة جدا كما تعودنا. عندنا حفل افتتاح ضخم حضوره تقريبا 5000 شخص في تجهيز الحياة اليومية أو تجسيد الحياة اليومية للمزارع، فعالية جميلة جدا ولاقت استحسان الزوار في كل عام. السنة هذه حتكون بشكل مختلف وحتكون بشكل يعني تجسيدي واقعي. عندنا فعاليات كتجسيد العرس الهوني للنساء، فعالية خاصة بالنساء. عندنا معارض متنوعة سواء رسم سواء تصوير وحتى معرض للكتاب. عندنا عروض للسيارات الكلاسيكية، وعندنا طبعا مجموعة كبيرة من الفعاليات الخاصة بالأطفال ومجموعة يعني تقريبا 18 إلى 20 فعالية في هذا العام. إن شاء الله في انتظار ضيوفنا إن شاء الله في هذا العام. إن شاء الله الحمد لله تم تسكين تقريبا 80% من طلبات الزيارة، وحاليا العمل على قدم وساق في أن احنا نسكنوا المجموعة الباقية، وإن شاء الله في انتظار الدولة أن هي تجهز لنا أو تقوم بصيانة الفنادق اللي متوقفة تقريبا من 10 سنوات. شكرا، بارك الله فيكم. تعدد الموروث في الهوية الواحدة، شعار مهرجان الخريف في دورته 28. معرض فنون النخلة أحد مفردات مهرجان الخريف المهمة، وتقريبا احنا للمعرض 10 موسم تقريبا في 10 مهرجانات، ما كانتش متوالية، ولكن هذا الدورة 10 للمعرض يعني. طبعا المعرض يقام في المدينة، في أروقة المدينة القديمة. طبعا اخترنا هذا المكان، يعني اخترناه لانه له علاقه بالاجداد وله علاقه بالنخله، وحتى النخله يعني شكلها وتفاصيلها حتكون اجمل على اروقه المدينه القديمه. عموما طبعا معرض فنون النخله هو استغلال مخلفات النخله في الجمال والاناقه والفن.
اكتشفناه يعني من 10 تقريبا مواسم فاتن او اكثر من واكتشفنا اشياء في 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 نخله والوان يعني فيها الاصفر 3 درجات، البني مثلا 4 درجات، الابيض درجتين، الاخضر ممكن كم درجه 4 درجات، وهكذا يعني الوان متعدده. ولقينا اشياء وفيها الشوك وفيها الليف وفيها اشياء جميله، كوننا منها لوحات فنيه رائعه نالت اعجاب الناس والحضور في المواسم الماضيه، ولكن الموسم هذا احنا يعني ان نتمنى يعني او قصدي حضور الناس للمعرض، حتى مش في واحد يجي حتى مره او اثنين، لان المكان ضيق طبعا شويه في بالنسبه للعرض. صحيح في الطول تقريبا الشارع 150 متر يعني شارع مش سهل، ونتمنى من الحضور طبعا احنا متوقعين حضور كثير من جميع انحاء ليبيا. نتمنى ان المعرض يجوا كم مره واثنين وثلاثه باش يفهموا شنو احنا يعني شنو نقصد بالموضوع هذا يعني. وان شاء الله خير. وطبعا من 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 الحاجات الجميله السنه هذه في المعرض مفاجاه عن طريقكم ان احنا حندير مشغل خاص فيه كل تفاصيل النخله موجوده قدامك، وانت اي شخص، واحنا طبعا نقصد بها الطفل اكثر شيء، ولكن مش مشكله حتى الكبار في السن يبي يدير شيء جنب المواد وجنب الامقاص وجنب اللصقه وجنب كل الحاجات اللي يحتاجها من النخله، ولو يبي اي شيء نحن نوفوه له داخل المعرض باش تطلع لنا لوحات من خلال الزوار. نتمنى ذلك يعني، هذه ندعو اليها وان شاء الله يستفيدوا منها وتكون، وليش ما تكون حتى في المدارس في حصص الاشغال وفي حصص، ليش لا يعني. وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله وطبعا هون سعيده بزوارها وتستعد المدينه بالكامل بصراحه باحتضان هذا يعني مهرجان فيه حوالي تقريبا يفوق ال 20 اسماء فعاليه في خلال 4 ايام يعني، والمفروض يكون اكثر من 4 ايام، ولكن مضغوطه حتشوف كل شيء انت الزائر لهذا المهرجان حتحظى بجميع الفنون والثقافات والتراث. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا قاعدين تو في معرض فنون من شارع النخله، وان شاء الله قاعدين نجهزوا تنظيم لمعرض فنون النخله، وقاعدين مع لجنه التنظيم، وان شاء الله نجهزوا للمهرجان الخليجي لدورتي 28، وقاعدين ننظموا ونجهزوا للمهرجان الخريف، وفي التحف والحاجات قديمه، وان شاء الله يكون مهرجان موفق وان شاء الله احسن من اللي قبله. رصدت عدسة هنا ليبيا حملة لإزالة المطبات العشوائية داخل مدينة طبرق، حيث وصلت عدد المطبات العشوائية إلى أكثر من 600 مطب. وأكد مسؤول قسم الشؤون الفنية أن المطبات الرسمية المسجلة عددها 200 مطب، وباقي المطبات جاءت بطريقة عشوائية وغير مطابقة للمواصفات الفنية. عميد عبد الرسول فراج رئيس قسم مرور طبرق، طبعا حسب الاجتماع اللي قرر في قسم مرور وبلدية طبرق، فسيد مدير الأمن وسيد عميد البلدية، فتم الاتفاق على إزالة المطبات اللي غير قانونية وغير شرعية. فاليوم قمنا بإزالة هذه المطبات، فبعض المواطنين واضعين مطبات، واحد أمام محل، واحد أمام حوش، واحد أمام كوشة، بطريقة غير قانونية وغير شرعية. نحن السطوات والمطبات اللي يبقى هن اللي موجودات امام مؤسسه التعليميه امام المرافق العامه، وهذا ما عندي ما اقول على المطبات. طبعا ما سطوات ومطبات هذه يكون امام المؤسسه التعليميه، امام المستشفيات، امام المرافق العامه اللي ترددوا عليها الناس طبعا، والمواطنين بكل فرح حقيقه قابلين انزال السطوات، لان المواطنين كم مره تقدموا بشكاوي للمرور بان هذه المطبات كثرت وتم تعرقل في حركه السير، تعرقل في مشاكل السيارات. حامد علي محمد الصفة مسؤول مكتب الشؤون الفنية في قسم المرور والتراخيص طبرق. طبعا الحملة اللي قائمة اليومين هذان بخصوص إزالة المطبات العشوائية اللي أصبحت يعني ضررها أكثر من منفعها. نحن طبعا باجتماع مع بالأمس قريب مع عميد البلدية ومدير الامن ورئيس قسم المرور، فاتخذنا قرار يعني بان المطبات اللي موقعها من الناحيه الفنيه خطا حيتم ازالتهم بالكامل، والمطبات اللي حيتم اعتمادهم هن المطبات اللي على مفترقات رسميه فقط،
او على امام المدارس الحكوميه والخاصه في بعض الاماكن يعني. لكن للاسف للاسف طبعا ظهرت المطبات العشوائيه انتشرت من اصحاب المحلات التجاريه وكذلك من الاهالي. وطبعا الاهالي عندهم حجه والسبب تاعهم خوفا على الاطفال. لكن كثرا المطبات الحق داخل المدينه وفي نفس الوقت ما عادش تم ذات اهميه. وجميع المطبات اللي تم ازالتهم كلهن لا تخضع للمعايير الفنيه ولا للمقاييس الهندسيه. فنحن باذن الله الحمله قائمه على اي مطب عشوائي سواء كان قدام محل تجاري او يعني او امام حي يعني من الاهالي خايفين على عويلهم او كذا. ونحن كرجال مرور بالنسبه للمدارس الخاصه اللي ما قدرناش نوفروا للمطبات الصناعيه باذن الله نكلفوا عنصر من حركه السير ينظم حركه السير. واللي تهمنا بالدرجه الاولى قبل هي السلامه المروريه. وكذلك تهمنا برضك يعني حتى المركبات للناس اللي هي زي ما تقول. وطبعا يعني باختصار شديد طبعا المطب فكرته هو ابتكار اوجدته اداره المرور لكبح جماح السائقين المتهورين امام المدارس والمجمعات الكبرى. للاسف تم في مفهوم خطا للمطب الصناعي يعني بالمعنى تم في فهم خطا. اللي يدير محل دخان يدير قدام صالته، اللي يدير محل خضراء يدير قدام صالته، اللي الطريق ما زالت منشأة على طول ما زالت تحت الانشاء. صاحب البيت والاهالي يديروا في مطبات، فكثر المطبات. وهذه معلومه، المطبات داخل مدينه طبرق المعتمده ما يقارب 200 مطب، هذن معتمدات وضروريات. لما حصرنا المطبات لقيناهن اكثر من 700 800 مطب. وهذا الموضوع وبارك الله فيه. بهذا مشاهدينا نصل بكم الى نهايه حلقتنا، على امل اللقاء بكم مجددا. في امان الله.